واحد بيقول كل ما احاول اتوب تقبلني حاجة تخليني ارجع للخطايا اعمل ايه؟ وانت لما تقابلك حاجة عشان ترجعك لازم تقاوم، لازم تقاوم. ما هو منين ما تحب التوب الشيطان مش هيسيبك تتوب، يحاول يعكسك، فلما يعكسك قل له لا انا اصمت واقاوم وربنا يساعدني، وتصلي ان ربنا يديك قوة. لكن مش معناها اول ما يجي لك حاجة تستسلم ليها وترجع، خليك شديد وراجل. لكن اي خطية تضعك ليه وانت شخشيخة؟